كنت بجد تفتكر انه المكنه دي ممكن تتسحب او ان انت تدخل جوه الفيلم من النور ده؟ احكي لي كده عن سينما جدك. هي كانت سينما صغيره في مدينه صغيره في القليوبيه. وكان اهالينا اهالي كل جيلي يعني في العيله بيخلصوا مننا في الصيف بانهم يبعتونا كلنا عند جدنا واحنا اطفال عشان يرتاحوا مننا وعشان الارض والبراح والحاجات دي والامان والكلام ده. فكنا بنقف دايما على الباب واحنا قد كده، كل واحد لابس شورت وتيشرت كده، ونقف قدام الشخص اللي بيقطع كعب التذكره ونعمل كده عشان هو ياخد كعب التذكره ويحطه هنا عندنا عشان الوقت، لانه السرعه وفي زحمه وبعدين كل واحد ما يبقى عنده عيب ويتملي. لا يعني انتوا كده بتساعدوه في لم التذاكر عشان ناخد الكعوب دي كلها. ايوه. ونخش جوه عند مدير السينما نفضيها عشان يجوا اخر اليوم بالليل يحسبوا التذاكر اللي اتقطعت من الشباك والكعوب اللي احنا دخلناها دي. يعني زي اللي بيجمعوا القطن كده بالظبط كده. بس بنجمع كعوب عشان بقى انتوا بتحرسوا مال جدكوا بقى. بالظبط كده. ونخلص كده ونخش نقعد نتفرج كل يوم. بس فكنت بعد كام يوم خلاص زهقت يعني، اتفرجت حفظت الفيلم يعني. كنا دايما بنقعد في اخر كراسي. هي مش كراسي يعني، هي كانت بتبقى مصاطب كده. وكان دايما الشباك بيبقى فوقية، الشباك بتاع اللي بيطلع منه النور بتاع عدسة العرض، الحزم النور دي. بس فكنت دايما بقعد ابص فوق كده وببقى خايف جدا لحسن النور ده يقوم واخدني واهلي ما يلاقونيش، خلاص يلاقوني جوه الفيلم. بس ايوه، في الوقت ده انت ما كانش فيه اي بوادر لها علاقه بالتمثيل ولا اي حاجه، انت بتتفرج وخلاص. لا خالص، انا كنت حافظ اسمي بالعافيه، بوادر تمثيل ايه؟ مفيش حاجه خالص. فاكر ايه من الافلام اللي كانت في سينما جدك؟ افتكر لي فيلم كده شفته هناك. حاجات بقى شبه تحدي الراس الكبير وبروسلي والكلام ده يعني. افلام كاراتيه. طبعا لازم ضرب، عشان كده كنت ببقى خايف لانه هخش هترزق علقه في الفيلم ده، مش محدش يسال عليا. مش فيلم رومانسي، احنا كلها افلام ضرب. لا رومانسي ايه، رومانسي في سينما اقاليم؟ لا لازم 18 جثه و30 مصاب عشان الفيلم ينجح يعني.